بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعزائي الطلاب، النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الدرس الأخير من الفصل السادس اللي كان بعنوان حالات المادة. بعد ما درسنا 3 دروس، الدرس الأول كان بعنوان خصائص الموائع، الدرس الثاني كان بعنوان القوى داخل السوائل، والدرس الثالث الموائع الساكنة والمتحركة. النهاردة إن شاء الله هندرس الدرس الرابع بعنوان المواد الصلبة. أهداف الدرس: أن تربط خصائص المواد الصلبة بتركيبها، أن تفسر لماذا تتمدد المواد الصلبة وتتقلص عندما تتغير درجة الحرارة، أن تحسب المواد الصلبة وتمددها، أن توضح أهمية تمدد المواد بالحرارة. المفردات الجديدة: الشبكة البلورية، المواد الصلبة غير البلورية، معامل التمدد الطولي، ومعامل التمدد الحجمي. إذا جينا نقسم المواد الصلبة يا شباب، هنقسم المواد الصلبة لنوعين: بلورية وغير بلورية، بلورية أو كريستالين، غير بلورية أو أمورفوس. يعني إيه بلورية وغير بلورية؟ ظهر عندي في الرسم الكريستالين أو المواد ذات شبكة بلورية بتكون فيها جزيئات متراصة تراص دقيق ومنظم زي ما موجود عندي في الشكل من فوق. أما الأمورفوس أو اللا شكلية أو الغير بلورية بتكون الجزيئات فيها مرتبة ترتيب عشوائي، فبالتالي ملهاش خصائص مميزة أقدر أدرس بيها المادة. يبقى عندي نوعين من المواد الصلبة، يا إما مواد بلورية أو مواد غير بلورية. يبقى مواد صلبة ذات شبكة بلورية عندما تصبح جزيئات بعض المواد الصلبة متجمدة على نمط ثابت أو شبه البلوري مثل ملح الطعام والثلج والماس. أما مواد صلبة غير بلورية لا شكلية، هي المواد التي ليس لها تركيب بلوري منتظم ولكن لها حجم وشكل ثابت مثل الكربون والزبدة والزجاج. وفي بعض العلماء بيصنفوا المواد الصلبة غير بلورية على أنها سوائل لزجة أو بطيئة التدفق. طب تعالوا نشوف العلاقة بين الضغط والتجمد. عندما يتحول سائل إلى مادة صلبة فإن جزيئاته عادة ما تعيد ترتيب نفسها لتصبح قريبة من بعضها البعض أكثر مما كانت عليه في الحالة السائلة. طبعا عشان يتكون عندي سائل يتحول لمادة صلبة فيفقد من طاقة الحركة، فتبدأ جزيئات طاقة حركتها تقل، فاهتزازاتها تقل، فتبدأ تجرب الجزيئات من بعضها وتتراص تراص في ترتيب معين عشان تتحول من الحالة السائلة للحالة الصلبة. أما بالنسبة للمية فإن كثافته تكون أكبر ما يمكن عند 4 سيلسيوس، مما يجعله يتمدد عند تجمده. المية لما بتتجمد بتتمدد عكس باقي المواد، لكن إذا عرضتها لضغط أكبر هتنخفض درجة حرارة تجمد المية على نحو طفيف. يعني معنى كده إن درجة تجمد المية بتعتمد على الضغط بس بصورة صغيرة جدا. طب تعالوا نشوف مرونة المواد الصلبة. يعني إيه مرونة؟ يعني المادة قابلة للانحناء والانسناء وهكذا. من الممكن أن تؤدي القوى الخارجية المؤثرة في الأجسام الصلبة إلى انحناء هذه الأجسام. القوى الخارجية زي إيه؟ زي التمدد، زي السحب، زي الطرق وما إلى ذلك. والمرونة هي قدرة الأجسام الصلبة على العودة إلى شكلها الأصلي عندما يزول تأثير القوى الخارجية. لما نشيل القوى الخارجية هل المادة الصلبة هترجع لأصلها ولا لأ، للشكل الأصلي بتاعها ولا لأ؟ وده إذا حصل فهنقول إن المادة مرنة، إذا لم يحدث هنقول المادة غير مرنة. أما إذا حدث تشوه كبير يعني المادة غير مرنة، فإن الجسم لا يعود إلى شكله الأصلي لأنه قد تجاوز حد مرونته. يعني لما أضغط على الجسم بشكل كبير وحدث تشوه فالجسم لا يعود إلى شكله الأصلي لأنه قد تجاوز حد المرونة. ده اللي يحدث مع البلاستيك. لو جبنا أي أداة بلاستيكية وبدأنا نطبق عليها قوة، ممكن القوة دي تؤدي إلى الانحناء، لكن لما نشيل القوة دي من على المادة البلاستيك تبدأ ترجع تاني لشكلها الطبيعي. لكن لو القوة كانت أكبر ما يمكن هتنكسر المادة البلاستيك فيحدث فيها تشوه فلا تعود لشكلها الأصلي، لأن أنا أعطيتها قوة تتجاوز حد المرونة. من الخصائص المهمة جدا لبعض المواد الصلبة هي القابلية للطرق والسحب. الطرق يعني إيه؟ يعني أقدر أدق عليها بشاكوش مثلا أو بأداة بحيث إن أنا أقلل سمكها، أو أسحبها زي ما بنعمل مع الأسلاك الكهربائية. لما بنحول النحاس لأسلاك كهربائية
بنبدأ نسحب الأسلاك قضيب من النحاس ونبدأ نسحب فيه لغاية ما حجمه يصغر جدا، وبالتالي يكون معايا السلك. فيقول لي فالذهب يمكن تشكيله على صورة رقائق دقيقة جدا، لذلك يقال انه قابل للطرق، والنحاس يمكن سحبه على شكل سلك، لذلك يقال انه قابل للسحب. يبقى من الخصائص المهمة للمواد الصلبة، بعض المواد الصلبة ان هي قابلة للطرق او السحب. تمدد الحراري للمواد الصلبة، تعال نشوف لو انا عندي مادة صلبة وعرضتها الحرارة ايه اللي ممكن يحصل لها. تعال نشوف الرسمة الاولى، شايفين قدامي طريق للقطار، الطريق حصل فيه انحناءات. طب ليه حصل انحناءات؟ اثناء فصل الصيف بتكون درجة حرارة عالية جدا، فبيبدأ الحديد يتمدد. فاذا الحديد ده ملجيش مكان يتمدد فيه، ملجيش فراغ يتمدد فيه، فبالتالي هيضغط على بعضه ويعمل انحناء زي موجود عندي في الشكل. نفس القصة بالنسبة للكباري. طب الحل، الحل ان احنا بنعمل فواصل للكباري وفواصل للطرق وفواصل للقضبان الحديدية. ليه؟ عشان عند التمدد يكون في مسافة يتمدد داخلها المادة الصلبة، فبالتالي ما يعملش تشوه او انحناء لشكل المادة الصلبة. يبقى التمدد الحراري دي خاصية بتحدث في المادة الصلبة، لما ترتفع درجة حرارتها بيزيد حجم المادة الصلبة. يبقى بزيادة درجة الحرارة يزيد معدل التباعد بين الجزيئات، الطاقة الحرارية لجزيئاتها تكتر، فيزيد معدل التباعد فتتمدد المواد الصلبة. طيب المواد الصلبة بتتمدد ازاي او تمدد في ايه؟ قال لي تمدد في حاجتين، يا اما في الطول يا اما في الحجم. طيب الطول قال لي في حاجة اسمها معامل التمدد الطولي، وبرمز له بالرمز الفا، برمز له بالرمز الفا، والفا بتساوي دلتا ال على ال واحد دلتا تي. دلتا ال دي اللي هي التغير في الطول، ال واحد الطول الاصلي للقضيب او المادة الصلبة، ودلتا تي اللي هو تغير درجة الحرارة. طيب معامل التمدد الحجمي بسميه بيتا، يبقى انا معامل التمدد الطولي كان اسمه الفا، اما معامل التمدد الحجمي هيكون اسمه بيتا، بيساوي دلتا في على في واحد ضرب دلتا تي. طب الدلتا في دي اللي هي ايه؟ التغير في الحجم، يعني الحجم الجديد ناقص الحجم القديم. اما الفي واحد هي الحجم الاساسي، والدلتا في هي التغير، الدلتا تي هي التغير في درجة حرارة المادة الصلبة. تمام. طيب يبقى الالفا معامل التمدد الطولي وحدتها واحد لكل سليزيوس، ومعامل التمدد الحجمي البيتا وحدته واحد لكل سليزيوس. عندي في الكتاب جدول بيقول لي بعد معاملات التمدد الحراري بعد المواد عند درجة حرارة 20، الألمنيوم، الزجاج الناعم، الزجاج وقي الفرن، الأسمنت، النحاس، وبعض السوائل مثل الميثانول والبنزين والماء، وهي قيم ثابتة عند درجة حرارة المعتاد. طيب تعالوا نشوف مثال موجود عندي في الكتاب، مثال مهم. بيقول لي قضيب معدني طوله 1.6 متر عند 21 سيليزيوس، عند درجة حرارة 21 سيليزيوس. فإذا وضع هذا القضيب في فرن وسخن إلى درجة حرارة 84 سيليزيوس، يبقى درجة حرارة الابتدائية كانت 21 والنهائية 84، والطول الأساسي أو الطول الأولي للقضيب كان 1.6 متر، وقيس طوله فوجد أنه زاد بمعدل 1.7 ملي متر، فما معامل التمدد الطولي لمادة، للمادة المصنوع منها القضيب؟ تعالوا نشوف رسمة توضح اللي عندي. ادي القضيب في الاول كان طوله ال1 اللي هو 1.6، حصل له دلتا ال مع تغير درجة حرارة بيساوي 1.7 ملي متر، فالمعطيات عندي ال ال بتساوي 1.6 متر، الدلتا ال بتساوي 1.7 ضرب 10 اس سالب 3 متر لان هو معطيها بالملي متر، التي 1 ب21 والتي 2 ب84. التعويض المباشر في القانون، الالفا بتساوي دلتا ال تقسيم ال1 ضرب دلتا تي، يطلع عندي قيمة الألفا 1.7 في 10 أس سالب 5 سي ماينس 1. طيب كده عرفنا ازاي اقدر احسب معامل التمدد الطولي لأي مادة بمعرفة الطول الابتدائي والتغير في الطول والتغير في درجة الحرارة. اخر حاجة في درس النهاردة هي
تطبيقات التمدد الحراري. ايه هي تطبيقات التمدد الحراري؟ ان انا بستخدم خاصيه التمدد الحراري فيها عشان استفاد منها كخاصيه فيزيائيه. تعالوا نشوف. رقم واحد، عندي الجسور الخرسانيه والفولاذيه زي ما وضحنا في الرسم من شويه. رقم اتنين، مسارات السكك الحديديه. رقم ثلاثه، تصميم المباني. رقم اربعه، حشو الاسنان. ورقم خمسه، الترموستات او المزدوج الحراري. الى هنا بيكون الدرس انتهى، وبتكون الفصل كامل اللي هو الفصل السادس انتهى. اتمنى من الله ان يكون الشرح حاز على اعجابكم، واتمنى ان اراكم قريبا في دروس جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.